الكل عارف ان فرقة بيبي منستور موجودة حاليا في اليابان من اجل اول فان ميتن للمجموعة هناك، ولكن بصراحة من الواضح ان ده ما كانش فان ميتن ولكن حفلة كبيرة حضرها الالاف من المعجبين، وده لانهم رقصوا وغنوا بشكل مباشر مع صوت قوي جدا على المسرح. وحتى منتج YG نشر مقطع من الفان ميتن وكتب عليه واو، وعبر عن صدمته من عدد محبي بيبي منستور في اليابان. وللعلم خلال اول يوم من الفان ميتن كان فيه لحظات محرجة جدا للعضوات، فتشيكيتا مثلا غنت حتة غلط. كمان الجمهور عبر عن حزنه من اللي حصل في اغنية Like That، فالعضوة رورا تعرضت لحادث مفاجئ وكحلها الصاب ووقعت على المسرح، ورغم انه كان واضح عليها الالم الشديد ولكنها استمرت في الاداء وكأن شيء لم يكن. وطبعا المقطع ده انتشر على جميع مواقع السوشيال ميديا والجمهور اتفاعل معاه، فالبعض عبر عن قلقه الشديد على كاحل رورا اللي كان التوى، اما البعض التاني عبر عن اعجابه باحترافية العضوات رغم انهم مجموعة مبتدئة. وبعدها على طول جه اليوم التاني من فان ميتن بيبي منستور في اليابان، وحقيقي الجمهور كان سعيد جدا بأداء المجموعة المبهر، بداية من صوت رامي الجنوني وقوة تايون وهي بتغني، وده اللي أكد أكتر إن فرقة بيبي منستور تعتبر من أفضل مجموعات الجيل الخامس. مش بس كده، كمان انتبه المعجبين إن رورا حالتها كانت أفضل بكتير من اليوم الأول، وقدمت عرض حلو جدا رغم إصابة كاحلها. وفي نهاية اليوم التاني من فان ميتن بيبي منستور في اليابان شكرت فريق تاي الجمهور باللغة اليابانية. وخلينا نتكلم عن حاجة مهمة جدا، فان ميتن بيبي منستور في اليابان كان من ضمن مهرجان كيكورن 2024، والمهرجان ده كان بيضم عدد كبير جدا من نجوم البوب الكوري كريد فيلفيت والفنانة المنفردة تايان وحتى ايلت وغيرهم كتير، ولكن بيبي منستور دي تاخد كل الانتباه، وده لانهم باعوا 30,000 تذكرة في فان ميتن واحد، رغم ان الساحة اللي اقيم فيها الفان ميتن بتاخد 15,000 معجب فقط، ولكن المجموعة قدرت تبيع كل التذاكر لدرجة ان الفان ميتن بقى سولد اوت، وده اللي اكد اكتر ان فرقة بيبي منستور واحدة من افضل فرق الجيل الخامس. ولو حابب تعرف اخبار اكتر عن بيبي منستور اشترك في